السلام عليكم. هواي رادوا شو اسمه رادوا فد فيديو يوضح الشغل اللي مال ذاك الاسبوع مال فيس انفلوب والماتشنج مال داتا الريجريشن مال داتا. زين من البداية زين نسوي نيو وول ستريم ندخل الكومبوزيشن مالته اوبشنز نحصل نحدد الكويجن اوف ستيت اللي نشتغل عليها. زين مثل ما قال دكتور محمد انه اكو اكثر من كويجن اوف ستيت واحد يقدر يحسب عليها الفيس انفلوب مو بس فيس انفلوب كافه البروبرتيز. زين انا اختار مثلا بينج روبنسون كديفولت. زين تقدرون مثلا اذا ما صار فد ماتش او ما صار يعني يجي ببالكم انه اذا تغيرون المعادلة يصير غير فيس انفلوب يجوز يصير احسن يصير هاي يعني تشيك وجربوا هيك وجربوا هيك. زين مثلا نقول له اوكي. زين نجي لازم ندخل الكومبوزيشن. اول شي نختار الشغلات اللي عندنا بالفلويد شنن عندنا مثال اذا تعتمدون على الصورة الاخيرة مالتكم. زين الصورة الأخيرة ولا كل الريبورتات هي كلها بها إيثان وإيثان بروبان أيزو بيوتان نورمال وأيزو بنتين. زين ونورمال بنتين. زين عندكم هكسان وفوق كلهن حينجمعن بسيدو كومبوننت هو واحد. زين عندكم نيتروجين كربون دايوكسيد هيدروجين سلفايد. اوكي زين لو كنا عندنا ليكويد كومبوزيشن وغاز كومبوزيشن ونريد نسوي له ريكومبينيشن. زين يعني ما نعتمد على وحده من الصور. زين بس ندخل الكومبوزيشن مالته وخلاص هو هذا الفلويد. نروح على ريكومبينيشن الاويل كومبوزيشن نكتب هنا والغاز كومبوزيشن نكتب هنا. نكتب هنا الاويل بروبرتيز غاز بروبرتيز وال شو اسمه غاز اويل ريشيو وهنا نكتب السيدو كومبوننت سبيسيفيك جرافيتي والموليكولار ويت. نقول له ريكومباين حيعطيني الكومبوزيشن مال سامبل اللي بالريزرفوار. زين بس خلي نفرض انه الصوره الاخيره اللي مدزوزه لكم هي اللي بيها الكومبوزيشن مال كرو مال ريزرفوار سامبل. بس اعتقد هي مو هي بس مال ليكويد ما متاكد يعني بس اعتقد هي مال ليكويد بس مو مال سامبل الاصلي. فاذا مال ليكويد بس حندوس انتر كومبوزيشن هنا نجي نحطها. زين فتاخذوها من الصورة هي انا اعتقد كنترول سي كنترول في الموليكولار ويت مالت السيدو كومبوننتس ما اتذكره بالضبط بس هو موجود همينه. زين موجود بالصورة لا مو موجود بالصورة فشوفوا موجود بأي لاب ريبورت اعتقد 165 يمكن ما اتذكر بالضبط. زين قبل ما نقول له اكزيت ان سيف حنحط ها خلني ندخل الرفرنس تمبرتشر وديبث وريزرفوار بريشر. زين حنغير اليونتس لان هي مو موجوده بالفهرنهايت والفيت والبي اس اي. خلي نحط انه الديبث بالمترات لان هو هيك محطوط بالريبورت اي ريبورت من الريبورتات اللي تلافي لكم. زين بريشر او تمبرتشر بس يجي اوكي. زين تجون تمبرتشر تشوفون الريبورتس اللي عندكم التمبرتشر مالتهم ايش قد. زين اكو واحدة من الريبورتات temperature مال الزبور هي 114. زين الديبث مالتن هم تشوفون الديبث مال سامبل منين ماخوذ السامبل ما هيج حكتب 3000 بس هيج هذا من مدى اتذكر انا بالضبط ايش قد كانت. زين هاي كل لازم انتو تشوفوها بالريبورت وتكتبون. البريشر هم نفس الشغلة نفس الحكي حكتب 4476 يعني هذا اللي اتذكره. زين هم متاكد من هذا. زين فحنروح على السيدو كومبوننت نحط الشغلات مالتها على مود يحسب الكريتيكال بريشر يحسب البروبرتيز مالتها بصورة عامة. زين سبيسيفيك جرافيتي مالتها يمكن كانت مكتوبة 0.8
6.6 يمكن، هم يعني اتاكد من هذا موجود خو بالصوره نفسها سبيسيفيك جرافيتي اوف سي 6 بلس زين، يقول لك كالكوليت فاليوز طلعت الفاليوز مالتها زين. طبعا اختيار الموديل زين، اختيار الموديل هم يعني يفرق على البروبرتيز، على البروبرتيز، فتختارون الموديل يجوز يطلعكم بروبرتيز تكون انسب لكم، يعني انسب للفيس انفلوب مالكم. هسه نشيك شو، هسه نعرف شلون نشيك زين. حنقول له اكزيت اند سيف زين، اكزيت اند سيف اوكي. نقول له ارسم لي الفيس انفلوب مال هذا، مال هذا الكومبوزيشن اللي دخلته، ندوس على الفيس انفلوب الرسم زين. هسه احنا ايش مدرينا انه الفيس انفلوب هذا ريبرزنتيف للفلويد اللي عندنا لو لا زين. نحط فد نقطه، فد نقطه تكون احنا متاكدين من عندها زين، قايسيها باللاب زين، ونعرف مكانها وين على على هذا الفيس انفلوب. خلينا نحط البابل بوينت اللي هي نعرف لازم توقع على الخط مال البابل بوينت زين، هي درجة حرارة 114 وبريشر 208 زين. حنقول له اوكي، شوفها صارت هنا، ما المفروض تصير هنا، تصير المفروض هنا زين. لازم يراد له، يراد للفيس انفلوب مالتنا تحديث زين، لازم نرتب اكثر زين. خلينا نسده زين. واحدة من الشغلات قلنا هي طبعا الشغل كله بالمواصفات مالت السيدو كومبوننتس زين، لان هو السيدو كومبوننتس ما إلها فد فد صفة محددة، فد لأن يجوز نسبة السي 7 وحدها أكثر من نسبة السي 10، نسبة السي 8 زين، من سامبل لسامبل. فهو أكو موديلات تحسب هالشغل، تعتمد على الموليكولار ويت، تعتمد على سبيسيفيك جرافيتي مالت مالت السيدو كومبوننت زين. فإذا غيرنا الموديل زين مال السيدو كومبوننت يجوز يترتب الشغل أحسن زين. فعلى مود تقارنون تسوون ستريم ثاني، لا مو ناقص، تسوون ستريم ثاني زائد، تسوون تجيبون ستريم لاخ، يعني قصدي تجيبون نفس الكومبوزيشن بس لاخ، على مود يصير اثنين عندكم هنا، هاي حيسميه وول ستريم 2. احنا خلينا نسميه مثلا اوكي، خليه وول ستريم 2 مو مشكله، كوبي، صار عندنا وول ستريم ثاني. هذا خلينا نروح نغير بيه، نغير بيه الموديل اللي انحسبت بيه البروبرتيز مال السيدو كومبوننت، انتر كومبوزيشن سيدو بروبرتيز، خلينا نغيره. طبعا انتم تقدرون تغيرون كلهم، شوفون يا هو يجيب انسب شيء، يا هو يصير اقرب للنقطه هاي. خلينا نحط مثلا ثاني واحد، نقول له كالكوليت فاليوز تغير زين، لان غير موديل. حنقول له اكزيت اند سيف، او نقدر قبل نحسب الفيس انفلوب زين، كالكوليت. شوفوا فرقت، فرقت بعد يا هو الاصح، تقدرون تقارنون هذا الاثنينات، تجيبوهم تاشرون اثنينهم تقولون كالك، تسوون اكسباند حتى تبين عندكم اكثر. عندكم هسه هذا الجديد وهذا القديم، النقطة صحيح جوا الجديد بس كفرق اقرب للجديد مو للقديم زين. فالموديل الجديد شوية انسب زين، غيروا الموديلات جربوا يا هو يصير انسب، يا هو يصير احسن شيء زين. اكزيت اكزيت سيف زين. فهسه اذا نريد، اذا نريد والله نسوي ندخل اللاب داتا للبرنامج، ونقول له لا، نقول له سوي ريجريشن لهذا الرسم زين، على اساس اللاب داتا اللي حنحط لك اياها. يعني هالمرة أنا ححط له، أنا ما حتست على الميتين وثمانية، حتست على البابل بوينت، أنا ححط له البابل بوينت وأقول له غصبا عليك حط الرسم يفوت بيها، يفوت بهاي النقطة زين. طبعا هي النقطة الوحدة حتجي لازم فت زين، ما تقبل غلط، بس إذا أكثر من نقاط وإجت فت معناتها إنه الشغل مالتي حلو صحيح وكلش الفيس انفلوب ريبريزنتيف للفلويد اللي عندي، بس النقطة الوحدة هي يعني لازم. هسه هنا نجي من الريجريشن هاي الايكون زين، ندخل لاب داتا، خلي ندخل بي ساتوريشن اللي هي التمبرتشر مالته 114 وهنا 208 زين.
هذا الويت يعني انت ايش قد متاكد من الشغله مالتك، ايش قد تريد تعطيها يعني، هي بالضبط ويت يعني وزن زين، يعني ايش قد توزنها هاي المعلومه يعني، يعني نعتمد عليها لازم زين او لا يعني مو مشكله شويه نتهاون بيها. اذا اعطيتها وزن كلش عالي وبتلاقي انكلود زين دست اوكي، صارت هنا انا اشر عليها وادوس رجرس زين. طبعا انا الريجريشن اللي اريد اسويه ما اريد اسوي على مود البيور كومبوننتس، البيور كومبوننتس كل البروبرتيز مالتها ثابته فما تفرق لي، انا قلنا كل الحكي هو هنا ام سي دو كومبوننتس تي سي تي بي سي اكسنتريك فاكتور اللي هو صفه من وصفات الغاز اوكي ريجريس زين. خلي نشوف هسه اذا سوينا كويك كالك للفيس انفلوب وقلنا الكالكوليت لازم يعني ما تقبل غلط، يعني ما يراد لها انه واحد يقول اوه حلو انه ثبتت وهذا خوش حكي زين. نقول له اكزيت، نقول له اكزيت اند سيف او لا اكزيت اكزيت اند سيف زين، خلينا نقول اوكي زين. هسه احنا ايش قلنا؟ قلنا دخلنا نقطة واحدة او معلومة واحدة، قلنا للبرنامج انه الفيس انفلوب لازم يمر بهاي النقطة، خلينا نجرب اذا حطينا اكثر من نقطة زين. لاب داتا هالمره ما حدخل بس بريشر و تمبرتشر، اقول له البابل بوينت زين بهال تمبرتشر كانت هالقد بس الدنسيتي مالت الفلويد مالتي كانت مثل ما موجوده بالريبورت، كان تروحون بالريبورتات واحد من الريبورتات اللي عندكم مكتوب علاقه الدنسيتي ويا البريشر زين، تشوفون 208 ايش قد البريشر الدنسيتي مالتها زين كيلوغرام بالمتر المربع. خلينا نغيرها نخليها بالش اسمها ولو مو مشكلة اوكي، نحولها سمو ما نغير هاي كلها على مود هذا هنا لا مو هنا هنا اعتقد لا هذا اي زين هنا 208 هل قد كانت هاي، طبعا بوحدات الغرام بالسيسي لازم نحولها كنترول سي اجيبها هنا بس هسه حيعترض فححولها انا هي تضربها في 1000 فحصل 642 تبع الوحدات، حقول له انكلود زين، اقول له يابا التزم انه انت مو هي مو هو الفيس انفلوب صحيح هو بين بريشر وتمبرتشر زين، بس كل المواصفات كل المواصفات ممكن انه واحد يطلعها لان كومبوزيشن هم يعني لان كومبوزيشن هو اهم شيء ثبت هاي الشغله، بحيث من اني اثب من اني اضمن الدنسيتي من ضمن الشغل اللي يشتغله هو راح يعتمد عليها على مود يطلع غير قيم للتي سي والبي سي والاسنتريك فاكتور البروبرتيز بصوره عامه مالت السيدو كومبوننت، فهالمره حيعتمد على معلومه اكثر زين على مود يطلع حاعتمد على هالمعلومتين زين، وحقول له ريجريس اقول له اعتمد على ذن المعلومتين على مود يطلع للبروبرتيز، اقول له اوكي لا سوري مو اقول اوكي اقول ريجريس زين، اشوف هالمره ايش صار، هل انه هذن معلومتين اعتمدها وهمينا اجت تفت يعني معناتها اضبط شغلي من انه معلومه واحده اجت، لان معلومه واحده اجت فت هذا مو فد شيء مضبوط اصلا يعني، قلنا انه مو فد انجاز يعني. كويك كالك فيز انفلوب كالك شوفوا فرقت، بس دخلت له معلومه ثانيه فرقت، فكيف اذا ادخل له اكزيت اكزيت سيف اند اكزيت اوكي زين، كيف اذا ادخل له هسه اذا اقول لاب داتا اذا ادخل له الديفرنشال ليبريشن داتا كلها زين، اجي احط يعني ديفرنشال داتا احط تمبرتشر، هي الديفرنشال داتا احتمال تكون بتمبرتشر معين لان هو الديفرنشال داتا على مود تمثل الريزرفوار، الريزرفوار هو كله بتمبرتشر وحده فعادي مو مشكله ان التمبرتشر كلها تعال تكررها نفس الرقم زين. بريشر ار اس اويل فورميشن فوليوم فاكتور دنسيتي وفيسكوسيتي تاخذوها من الريبورت تحطوها هنا زين، تقولوا له اوكي وتعطوها وزن سواء كيفكم تردون تعتمدون عليها وايد تعطوها هاي زين، تردون تعتمدون عليها ميديوم تعطوها ميديوم زين، تقول له اوكي وتقول له ريجريس وتشوفون الفرق زين، تشوفون الفرق اذا تدخلت له كلهن تحطون حيطلع لكم تقدرون، خلينا نحط هيك خلينا نجرب مثلا بس هي حط طاول يعني احتمال، خلينا نجرب لاب داتا بس مو هاي المشكله انه هاي ما
هاي البسكوستي مالته مو كاملة، ما حنحط البسكوستي عادي، هو حيقبل. زين كنترول سي، لا بس خلي احول هذه هذيك اخليها في الف، حتى ما مو لازم، اذا مناك اطلع